صباح الخير. زُنيرت عكار العتيقة والقرى المحيطة بها ليلاً بالنيران المتجددة منذ 3 أيام في أحراجها، ولم تفلح جهود عناصر الجيش والدفاع المدني والأهالي بإخمادها نتيجة وعورة الطرقات وعدم وجود ممرات تمكن سيارات الإطفاء من بلوغ مواقع الحرائق، فما كان من الأهالي إلا الاستغاثة بوسائل الإعلام لنجدتهم بعدما بلغت النيران بيوت المنطقة وهددت سكانها وأقفلت عدداً من طرقها. والجديد تلقت سيلا من الاتصالات التي ذكرت بأن خزان أصوات 14 من آذار يحترق ولن تطفئه قوانين انتخابية متصارع عليها. وفي ساحة النجم سحب السلاح ووضع على طاولة اللجان لتدعيم القول إن السلاح مع الانتخابات هو كالسمك مع اللبن، لكن معدة المعارضين هضمت الذخيرة وهي حية في كل الدورات الانتخابية منذ عام 92، واستطابت مذاقها في الحلف الرباعي الشهير حيث طبق الترشيح طبخ في الضاحية الجنوبية. حزب الله أقام الحجة على معارضيه في الجلسة وسحبهم إلى النسبية التي تعطي عدالة في التمثيل وتطلق حرية الناخب القادر على الإدلاء بصوته بلا أي ضغوط وتنزع عنه تقييد الإرادة، فإذا كنتم تخافون السلاح شرفوا إلى النسبية. وعلى هذه القاعدة قارع النائب نواف الموسوي قوى 14 من آذار المحتشدة طوائفياً وأعطى حرب تموز مثالا، حيث سلاح المقاومة حينذاك لم يصادر الناس ولم يلغي إراداتهم، وقال السلاح التصفوي هو مناطقكم الذي هو الذي أدى إلى تطهير سياسي وإلى إلغاء التعددية. والخميس المقبل جولة أخرى على محراب القانون الانتخابي الذي سيبقى يستهلك الوقت حتى يصل النواب إلى نفاد المهل ويستسلموا للقانون الحالي، وعلى أبعد تقدير فإنهم قد يجرون عليه بعض الصيانة. حكوميا مجلس وزراء حافل اليوم يتقدمه القانون 140 حول تشريع التنصت على كل منزل في لبنان، وقد حصلت الجديد على كتاب وزير الاتصالات مؤولة صحناوي الذي يعترض على تجاوز دور الوزارة ويؤكد أن هذا القانون مخالف للدستور. أما مسألة التعيينات القضائية فلم تحسم للآن بعدما تردد اسم حاتم ماضي كشخصية متفق عليها لمنصب المدعي العام التمييزي خلفا للقاضي سعيد ميرزا، لكن من خلف ما مات. ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وضع مثلث ميرزا ريف الحسن في خانة الأبناء وأقسم على صيانة مواقعهم وفبوعده وأكثر، وأقام نصبا تذكاريا لميرزا ملاصقا لمكتبه في السرايا وعينه مستشاره القضائي. آتيا من البيرو، وصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى الأرجنتين هذا الصباح محطته الثانية ضمن جولته إلى أمريكا اللاتينية. وكان سليمان قد ألقى كلمة لبنان أمام قمة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، متمنيا على هذه الدول تأييد اقتراح لبناني يهدف إلى تحريم الإساءة إلى الرسل. التفاصيل في رسالة مندوبتنا إلى البيرو كريستين حبيب. في رياض سوريا التأمت القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. سوريا ذات العضوية المعلقة في جامعة الدول العربية حضرت في البيان الختامي لقمة ليما والذي دعا إلى وقف العنف في سوريا وحمل النظام مسؤولية إراقة الدماء. هذا البند الذي تحفظ عليه لبنان تماشيا مع سياسة نأيب النفس. لكن الموقف المتقدم من الملف السوري لم يحل دون انخفاض مستوى التمثيل القطري والمصري والإماراتي في القمة. الرئيس ميشيل سليمان قال في كلمته إن الاستقرار ممكنا من دون سلام عادل وشامل واحترام للقرارات الدولية، مذكرا بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانتهاكها سيادة لبنان. ومثل هذا السلام من شأنه أن يعزز دعائم الديمقراطية الناشئة في الشرق الأوسط إذا ما بني على أسس العدالة وعالج مجمل جوانب الصراع العربي الإسرائيلي على قاعدة القرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام التي مضى عقد على اقرارها بالإجماع في قمة بيروت من دون أن تقترن بأي قبول إسرائيلي أو متابعة جدية وحازمة من قبل المجتمع الدولي. من شأن مثل هذا السلام أن يعيد الحقوق إلى أصحابها وأن يسمح بقيام الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة ويحفظ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم الأصلية والحؤول دون طرق.
توطينهم. سليمان طالب بتأييد اقتراح تشريع دولي سيتقدم به لبنان عبر الجامعة العربية يهدف إلى تحريم وتجريم الإساءة إلى الأنبياء والرسل احتراما لحرية المعتقد، معتبرا القمة اللاتينو-عربية مظهرا بهيا من مظاهر التواصل والتكامل بين الحضارات والثقافات والديانات. أهالي مجد العنجر يقطعون طريق المصنع ويهددون بالاعتصام المفتوح والجيش ينتشر في المنطقة. تقرير للزميلة دلال بزي. مرة جديدة طريق المصنع في مرمى الاعتصام، الخيام نصبت والأعلام تنوعت، أما الشعارات فكانت شعارات إسلامية تؤيد الشيخ الموقوف. الله أكبر! الله أكبر! الشيخ حسن علي وهو من بلدة كامد اللوز أوقفته استخبارات الجيش على خلفية تهمة تهريب الأسلحة إلى المسلحين المعارضين في سوريا، وأصدرت قيادة الجيش بياناً في ذلك. بسبب الاعتصام، لكن السبب المباشر هو خطف مخابرات الجيش للشيخ حسن علي تحت تهمة المساعدة بإيصال السلاح إلى الثورة السورية. عند الساعة الثالثة أقام المعتصمون الصلاة على طريق المصنع المؤدية إلى الجمارك اللبنانية، فانتشرت وحدات الجيش اللبناني على السطوح كما طوقوا الطريق ذهابا وإيابا، وجرى تحويل السير إلى طرقات فرعية. قوى الأمن الداخلي وقوات الفهود والدفاع المدني تمركزوا أيضا في المكان تحسبا لأي طارئ. أما شفيق حمود المرشح للانتخابات النيابية المقبلة عن البقاع الأوسط لم يرقه الاعتصام، فنزل بعباءته إلى الشارع واحتدم الأمر مع المعتصمين، فعزز الجيش اللبناني انتشاره مجددا على طول الطريق بعد استقدام المزيد من الجنود. تمام. بعد مرور ساعات فك الاعتصام وأزيلت كل مظاهره بطلب من مفتيي البقاع الأوسط وراشية وهيئة علماء المسلمين، بعد تعهدات بالإفراج عن الشيخ حسن علي ورفاقه الثلاثة خلال مدة أقصاها 48 ساعة. إلا أن حركة مسلمون بلا حدود ما زالت تدرج حركات التعبير على جدول أعمالها تباعا خلال الأيام المقبلة. الجيش على تأهبه والمعتصمون على اعتصامهم، الطرفان وجها لوجه وطريق المصنع تفصل بينهما. من طريق المصنع، دلال بزي، قناة الجديد. لم تقدم جلسة لجان النيابية المشتركة الثالثة أي جديد على صعيد البحث في قانون الانتخاب، وإنما أظهرت شرخا عميقا في المواقف وصل إلى حد المواجهة الكلامية بين الأفرقاء على المنابر وخلف الجدران. في جلسة اللجان النيابية الثالثة المخصصة للانتخابات لا بحث في مواد القوانين أيضا، هي جلسة ثرثرة وإضاعة وقت يصفها أحد النواب، لكنه يردف قائلا تحدث كل طالبي الكلام وغدا يوم آخر من النقاش. احتدم النقاش العام من دون البدء بدراسة المواد، الأمر الذي دفع برئيس الجلسة إلى الإقرار بوجود تباين كبير في الآراء، اختراق وحيد سجل وتمثل بالتفاهم الضمني على تأجيل البحث في المادتين الأولى والثانية من المشروع الحكومي المتعلقين بالنسبية أو الأكثرية وتقسيم الدوائر، والبدء بمناقشة المواد الإصلاحية على أن يتم ذهاب بالمادتين موضوع الخلاف إلى الهيئات العامة. سأتشاور مع دولة الرئيس بري، يا أما من على المادتين لأنه ما رح يكون في اتفاق عليهم، نعمل لجنة ومنتابع بالمواد الأخرى أو نمشي بالقانون مادة مادة. بدأت الجلسة بالنصاب، انسحب النواب تباعا لينتقل النقاش إلى أروقة المجلس فالمنبر، وكما العادة بدأ اقتراح الدوائر الصغرى والأرثوذكسي نجم الكلام. صيغة الخمسين هي صيغة غارقة في فئويتها وطائفيتها، وهي صيغة يطعن بها دستوريا لأنها مناقضة للدستور. قدم وثيقة موقعين كل 15 نائب من يلي كانوا بالطائف، تقول أنه الطائف كان في اتفاق على تقسيمات إدارية جديدة تسمى محافظات، وبالتالي التقسيمات الإدارية الجديدة فيها تكون المعتمدة هي هالخمسين دائرة نحن مقدمينهم. هذا ليس خيارنا الأول. أنا مني الأستاذ جورج، أنا محمد أباني، أنا مع خيار الطائف. شكرا. ومع كل كلام ضد الطائفية والمذهبية. بعد كل المناورات التي اتبعها توصل
إلى قانون أنا بنظري أعتبره مسخ. أنا ما عم بحكي عن موقف حدا، أنا عم بحكي أنه اليوم في تحدي على مجلس النواب، أو إما بدنا نروح بقوانين تلتف على هذه المناصفة، أو بدنا نروح على قوانين تحقق هذه المناصفة. هذا العنوان كاذب، لما بقولوا نحن رايحين على اقتراح قانون لتصحيح التمثيل المسيحي وعم بيراعوا بذات الوقت حلفائهم، يعني هذا العنوان كاذب. اللي واثق من أنه أكترية اللبنانيين معه هو اللي لازم يطالب بلبنان دائرة واحدة على أساس التمثيل النسبي، واللي عم بيحكي عن ضياع الصوت المسيحي بالتمثيل النسبي يتوحد الصوت المسيحي، لأنه ما بيعود محكوم لجغرافيا بتخلي صوته مبعثر بهذه الدائرة وبهذه الدائرة وبهذه الدائرة من دون فعالية. يجب أن يكون الانتخاب على أساس وطني، وأن يشارك كل اللبنانيين في إنتاج مجلس النيابي، وأن يقر النائب بأنه نائب لكل لبنان وفق الدستور اللبناني، لا نائبا عن ضروب أو حي أو طائفة أو مذهب، بل أن يكون مسؤولا أمام كل اللبنانيين. المهم أن يبقى الدستور مصان، وتحديدا المادة 24 من الدستور، يلي 27 من الدستور، يلي بتقول النائب يمثل الأمة جمعاء. هذا انطلاقا من الموقف نحن قلنا ما بنقدر نمشي بقانون اللقاء الأرثوذكسي، لأن هذا القانون يتناقض مع المادة 27 من الدستور. المرفوض والمستهجن أن يعتبر أحد في هذا الوطن أنه مشروع مثل اللقاء الأرثوذكسي بأمن مناصفة فعلية أنه هذا غير دستوري، هذا القانون الدستوري الوحيد. وأنا بشوف هالمشروع بحد ذاته ما بيرضي لنا ضميرنا أنه اليوم بكل منطقة ما يكون إلا مذهب أو طائفة تقدر تنتخب ممثلينا. حزب الله لم يحدد موقفا نهائيا ورسميا لغاية الآن من صيغة اللقاء الأرثوذكسي. في الجلسة صوب حزب الله نحو سلاح الشمال، فتصدى النائب أحمد فتفت متسلحا بالسابع من أيار. تسرب الصوت إلى خارج جدران القاعة العامة ليرصد سجال بين علي فياض وأحمد فتفت. أن السلاح الذي يصادر الحرية، الذي يصادر رأي الآخر، هو في مناطق يعرفها اللبنانيون، مناطق يتم فيها تطهير سياسي، يستخدم سلاح ميليشيا، وفي مناطق لبنانية لا أريد أن أسميها. أصر أنه يشير إلى نقاط يمكن أشار على هالمنبر، على موضوع أنه في قمع أمني وعسكري بعكار وبطرابلس، وهو بيعرف وين صار القمع. نحن أعطينا أمثلة وين صار القمع. إلى الخميس في الرابع من تشرين الأول رفع عمكاري جلسة اللجان المشتركة لاستكمال بحث قانون الانتخاب. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد من عينتين أن مشروع نسبية هو الأنسب للبنان، ليس على المدى القصير وحسب، وإنما على المدى الطويل. أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه ليس مع أي اقتراح يعارض اتفاق الطائف. ميقاتي الذي زار عين التين حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وضعه في أجواء اللقاءات التي أجراها في نيويورك وبحث معه في بعض المواضيع الداخلية، أبرزها المسار الذي سيأخذه قانون الانتخاب في مجلس النواب. وجدت عند الرئيس بري حرصه على أن يكون قانون انتخابات بينسجم مع اتفاق الطائف، هيدا أول شيء. وبالتاني كمان موضوع التاني أن يكون يحسن التمثيل كل الفئات اللي عندها هواجس، فهالشيء أخدهم بعين الاعتبار وضمن التوازنات اللي عم بيعملها دولة الرئيس. دولة الرئيس وجهة نظرك بقانون دوائر الخمسين، يعني رئيس بري قال هذا الشيء بعارض الطائف. خلاص، أنا عم بقول الرئيس بري عم بيقول أنه بينسجم مع اتفاق الطائف، فإذا بعارض إذا عم نقول بعارض اتفاق الطائف فأكيد نحن ما من أيده. أنا من وجهة نظري الشخصية الحكومة أنا ملتزم بالمشروع القانون اللي ودته الحكومة لمجلس النواب، فهذا مشروعنا. وهلأ بيقال أنه في بعض شوائب بتوزيع الدوائر وبالمناطق اللي دخلناها بالدوائر، هيدي قابلة للبحث مجلس النواب، ولكن أنا بعتقد أنه المشروع قانون النسبية هو الأنسب للبنان، مش بالمدى القصير حتى بس فقط، بل بالمدى الطويل. هو حقيقة بشكل قاعدة وطنية وبيخلي الكل يشارك بمجلس النواب بالتشريع في لبنان. وعما إذا كانت التعيينات ستبت في أول جلسة بعد عودته من نيويورك، أكد ميقاتي أن الأمور سائرة بطريقها الطبيعية، وستكون هناك تعيينات كاملة قريبا جدا.
أهالي المخطوفين اللبنانيين في صدد إعداد ملف يتضمن وثائق وصورا وتسجيلات فيديو يثبت الصلات بين الخاطفين وأجهزة الأمن التركية. وبعد الانتهاء من هذا الملف سيرفع معدوه دعوى على تركيا أمام محاكم أوروبية، وسيبحثون إمكان اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. عم نحضر لملف تقريبا صار منجز، يعني قسم كتير كبير منه لملف بتطرق يعني ما بين صور ومقاطع فيديو الباسبورات اللي تختمت على حدود التركية السورية والموافقة التركية على هالباسبورات، يعني على ختم الجهة اللي كانت هي خاطف الشباب. فعم يتحضر هذا الملف، في محامية وفي محامي مبدئيا حيصير في يعني تكلفه وحيشتغل على الموضوع بس لحتى يكمل كامل الملف. فبرفع دعوة على دولة تركيا، رفع دعوة على دولة تركيا بتهمت انه هي مساعدة يعني اقلها بخطف ناس لبنانيين ابرياء بقضية ما لهم علاقة فيها. بس في دعوة على دولة تركيا ودعوة شخصية على اردوغان، يعني اردوغان واوغلو كمان لانه هن من الداعم الاساسي لهذا الشيء. فنحن هلا عم نحضر وحيصير الدعوة بمحكمة أوروبية، يعني بمحكمة خاصة بحقوق الإنسان بأوروبا. تركيا اليوم عم تسعى صار لفترة طويلة لتفوت على الاتحاد الأوروبي، فيمكن هذا الموضوع لما ينحط اسم دولة إنه هي راعية لإرهاب أو لخطف أو كذا يمكن يكون في تأثير ويكون في عرقلة. أهالي المفقودين والمخفيين قسرا يتحركون مع الصليب الأحمر الدولي ويرفضون مشروع مرسوم الهيئة المستقلة للمخفيين قسرا. تحقيق خاص للزميلة رشا الكرم. أراها في أحلامي في بعض الأحيان تسألني لما لا أقوم بالبحث عنها، ولكن لا يخبو الأمل في أن تظهر مشددا يوما ما. هذا الكلام لشقيقة إحدى المفقودات أو المخفيات قسرا في لبنان خلال الحرب الأهلية. مجدداً ملف المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان في جراء الحرب الأهلية إلى العلن، مع العمل لإصدار مشروع مرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً. ولكن وبعد 30 عاماً على نسف هذا الجرح يرفض أهالي المخطوفين أن يكونوا شهود زور على هيئة إذا ما ألفت سيطعنون بدستوريتها لأسباب عدة. تيجي مشروع المرسوم يقول إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمخفيين قسريا، طب أنا كيف بدي أميز؟ يعني بيقول بيعرف المخفي قسرا وبيقول إنه هو يلي فقد حريته، طيب اللي فقدت أسره إنه هاو مين بيفتش عليهم؟ مين بيفتش عليهم هاو؟ نعتبرهم هاو فقدت أسارهم، بس هيدا مشروع المرسوم ما بيحكي عنهم لأنه بيقول فقط اللي فقد حريته. طب انه انا يعني كيف بدي اقبل فيه؟ اكيد الاهالي قدامهم اليوم اذا هذا المرسوم انقر مثل ما هو انه نطعنوا فيه لعده اسباب، منها التمييز ضد فئه كبيره من المفقودين، يعني لما المرسوم بيقول انا بس للمخفيين قسرا يعني معناتها كل يلي انقتلوا قبل ما ينخطفوا ما بيشملهم المرسوم. الامر الثاني هو هدر للمال العام، لانه اي اختصاصي بيطلع على هذا المرسوم رح يكتشف بسرعة هائلة أنه هيدا مش قادر يحدد مصير أي مفقود. الأمر الثالث، أنت بهيدا المرسوم عم توحي للأهالي أنه المشكلة انحل، فعم بيزيد الانتظارات تبعهم وعم ترجع تجي الخيبة بعدين بما عم بيعزز تعذيبهم. في تقرير لجنة رسمية شكلتها الدولة بال2000 مجلس وزراء شكلها، بيطلع تقرير بيقول ما لقينا مفقودين ومخطوفين على قيد الحياة، لقينا مقابر جماعية. هيدا بال2000، هلا نحن بال2012 بعد 12 سنة بيجي مشروع مرسوم مفروض يكون متقدم عن ال2000، بيجي ما بيجي بسيرة لمقبرة جماعية. مهمات المرسومة للهيئة الوطنية المستقلة حسب مشروع المرسوم، نحن برأينا كأهالي الصليب الأحمر الدولي يقوم بجمع هذه المعلومات وبشكل كتير متقدم أكثر، مش بس بالشكل، بالمضمون. هدول البيانات عبارة عن استبيان مؤلف من حوالي 200 سؤال بياخد معلومات عن هوية الشخص المفقود. كمان منطلب من الأهل يعطونا وثائق عنه، عن المعلومات الطبية، معلومات المتعلقة بالأسنان، كل الصور اللي صارت، لأنه هالشي كتير بيساعد بعدين على التعرف على هوية الشخص المفقود. بطلب منهم كمان، نحن عملنا رقم خاص
بيردوا عليه فريق عمل خاص بيتوجه لعندهم على البيت. هيدا الرقم الخاص هو 03-186-386. حاليا عم نشتغل على المرحله الثانيه وان شاء الله قريبا نبلش بالمشروع يلي هو جمع العينات البيولوجيه لانشاء حمض فحص الحمض النووي لاهالي المفقودين، يلي كمان هذه البيانات والعينات سوف تحفظ للمشروع الثالث وان شاء الله بيصير بعدين، اكيد بده وقت ليصير، يلي هو اجراء المطابقه بين العينات وفي حال فتحت المقابر وتم التعرف على هوية الرفات لتحديد مصير الأشخاص المفقودين. في ظلام الليل أناديكم أناديكم. وزارة الاتصالات ترفع ورقة ملاحظات على مشروع تعديل القانون 140 وتعتبر تقديم المشروع من دون العودة إليها تجاوزا لصلاحياتها. حصلت قناة الجديد على نسخة من ورقة الاقتراحات التي ينوي وزير الاتصالات انقلة السحناوي التقدم بها إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك لإبداء ملاحظات الوزارة على مشروع تعديل القانون 140 المتعلق بصون حرية التخابر. وتعتبر هذه الورقة أن مشروع تعديل القانون يمثل انتهاكا صارخا لمقدمة الدستور التي تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، متسائلة أي حرية للرأي والمعتقد في وجود رقيب دائم على كل قول وحركة. وتعتبر الورقة أيضا أن مشروع التعديل يناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحديدا لجهة إلزام هذا الإعلان الدول الموقعة عليه مراعاة حقوق مواطنيها واحترام حرياتهم العامة ومنعه التدخل التعسفي في الحياة الخاصة لأي شخص أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، فضلا عن أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يرى أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، فيما القانون المقترح وبحسب ملاحظات وزارة الاتصالات عليه يدين كل اللبنانيين إلى الأبد ويضعهم تحت الشك والمراقبة. وتشير الورقة أيضا إلى أن تقديم هذا المشروع من دون العودة إلى الوزير المختص يعد تجاوزا لصلاحياته وصلاحيات كل الوزراء. وتختم الورقة بتأكيد أن الوزارة تدرك مقتضيات الأمن التي قد تتيح في بعض الأحيان عدم التقيد بمنص عليه الدستور، لكن عدم التقيد يجب أن يكون الاستثناء الذي يطبق في فترة قصيرة جدا وفي نطاق جغرافي محدد وعلى عدد محدود من الأشخاص، لأن يصبح الاستثناء قاعدة تطبق على كل الناس في كل الأزمنة والأمكنة. المعارك تتواصل في سوريا وأكثرها حدة في حلب، وتونس تحاكم الفتاة المغتصبة باعتبارها متهمة لا ضحية. وأخبار متفرقة في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. تصاعدت وتيرة الاشتباكات في مناطق عدة في سوريا، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في قصف وهجمات لا سيما في ريف دمشق، في حين تواصلت في حلب الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين. التلفزيون السوري قال إن قوات الأمن السورية دمرت ما تطلق عليها أوكارا إرهابية وصدرت أسلحة وذخيرة، وأشارت مواقع المعارضة إلى أن ضحايا مدنيين سقطوا في مدينة سلقين شمال غربي سوريا التي تعرضت لقصف من دبابات ومدفعية النظام. وفي حلب فالعنف على حاله اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في أطراف حيي العرقوب وسليمان الحلبي، كما تتعرض أحياء الشيخ خضر والصخور والشيخ فارس للقصف من قبل القوات النظامية السورية. سياسيا شن رئيس مجلس الشعب السوري في افتتاح دورته العادية هجوما على دور السعودية في الأزمة السورية، وأكد رئيس الحكومة وائل الحلقي العزم على المضي في التخلص من الإرهابيين الذين يحاولون ضرب البلاد ماديا بعدما أخفقوا عسكريا. قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد نفى التقارير التي أفادت بمحاصرته داخل مدينة حلب من قبل الجيش النظامي وما قيل عن سفره برفقة عدد من ضباط الجيش الحر إلى إسرائيل من دون أن يشير إلى مكان تواجده، ووصف أصحاب هذه الدعاية بأنهم عملاء حقيقيون للعدو الإسرائيلي.
أكد الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أن الشعب الإيراني يلعب دوراً كبيراً لإحلال الأمن في العالم، ولفت في مؤتمر صحفي إلى أن إيران تتعرض منذ 60 عاماً لضغوط قوى متغطرسة تهدف لفرض الهيمنة على الشعب الإيراني، مشدداً على أن الشعب الإيراني سيخرج مرفوع الرأس من كل التهديدات. وعن الاقتصاد الإيراني أشار إلى أن التغيرات في السوق طبيعية وهناك عاملان داخلي وخارجي فيما حصل أخيراً، معلناً أن انخفاض العملة الإيرانية أحد نتائج الحرب التي تشن على إيران، واعترف بوجود حرب اقتصادية على إيران وقال اجتزنا ظروفا أصعب وهناك حرب نفسية تواكب الضغوط الاقتصادية الخارجية. وعن التهديدات الإسرائيلية لإيران رأى أن كيان إسرائيل مزيف وتهديداته لإيران خاوية. وسط حملة تأييد واسعة في الداخل والخارج تحية لشجاعة المتهمة مثلت الفتاة التونسية التي اغتصبها الشرطيان أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية مع خطيبها للتحقيق معهما بتهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش. وبحسب وزارة الداخلية التونسية فإن الفتاة وصديقها ضبطا في 3 أيلول/سبتمبر في وضعية لا أخلاقية في محافظة عين زغوان بضواحي العاصمة تونس، وقام عنصران أمنيان باغتصاب الشابة في حين قام ثالث بتقييد صديقها حسب الاتهام، وتم إيداع رجال الشرطة 3 السجن. وقد دفت الفتاة هذه التهمة وقالت إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون 3 وطلب منها 2 الصعود معهما إلى سيارات الشرطة وابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها، فيما بقي الثالث مع صديقها لابتزازه ماليا. ويواجه المغتصبان عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وتظاهر مئات المتضامنين مع الفتاة التي هزت قضيتها الرأي العام التونسي واصفين المحاكمة بفضيحة ما بعد الثورة. اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم عشرات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى على رأسهم موشيه فيجلن من قيادات حزب الليكود من بواباته المختلفة، وذلك بعد إفراغ شرطة الاحتلال المسجد من الفلسطينيين. وقد تصدى حشد من المصلين للمهاجمين واندلعت اشتباكات بالأيدي بينهم وبين قوات الاحتلال قرب باب الأسباط إثر منع الجنود لهم من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا داخل المسجد الأقصى و4 صحفيين ومصور تلفزيوني. أهلا بكم من جديد. نيران وعكار عصية على الإخماد، والأمطار المتفرقة في الساعات الماضية لم تحل دون استعار نيران الحرائق التي شبت قبل 3 أيام في أحراج إخراج بلدتي القبيات وعكار العتيقة، وبقيت جهود عناصر الجيش والدفاع المدني عاجزة عن إطفائها نظرا إلى وعورة الطرقات وعدم وجود ممرات تمكن سيارات الإطفاء من بلوغ مواقع الحرائق المتنقلة بين زبود في عكار العتيقة وشويتة وحلبوسة وحلسبان في القبيات. هذا واستخدمت مروحية عسكرية للجيش في إطفاء النار والحد من اتساع رقعتها، خصوصا وأنها اقتربت من منازل في وادي الحلسبان بين بلدتي عكار العتيقة والقبيات، وساعدتها سرعة الرياح التي هبت على منطقة عكار. وقد بذل المتطوعون جهودا كبيرة لمنع وصول النيران إلى البيوت مستخدمين وسائل بدائية لإخمادها مثل المخابط اليدوية والمعاول والرفوش. وفي هذا الإطار تلقت الجديد مساء اتصالات عدة من أهالي عكار العتيقة والقرى المحيطة تناشد المعنيين نجدتهم والعمل على تطويق الحرائق بعدما دهمت منازلهم وأرزاقهم. حرص فرنسي على دعم استقرار لبنان وسيادته، ووزير التنمية الفرنسي باسكال كانفان يؤكد في مقابلة مع الجديد أن استقرار المنطقة من استقرار لبنان، ويشيد بسياسة النأي بالنفس. اللامركزية، تنمية على مستويات عدة، تعزيز التعاون الفرنسي اللبناني بهدف صون لبنان واستقلاله، مواضيع حملها الوزير المفوض لدى وزير الخارجية الفرنسي لشؤون التنمية باسكال كانفان في خلال زيارته بيروت. المسؤول الفرنسي كشف أن حكومته خصصت ما يزيد على 1 مليار يورو لتمويل مشاريع تعاون على مستوى المجتمعات المحلية، ما اعتبره مؤشرا واضحا على التزام فرنسا استقرار لبنان واستقلاله وإنماءه.
Envisageons le partenariat, c'est toujours d'un commun accord. Bien évidemment, nous ne finançons des projets de coopération que si les autorités libanaises le demandent. En revanche, il faut aussi que nous soyons d'accord pour financer ces infrastructures. Donc c'est pour ça que nous avons, nous Français et nous Européens, une stratégie, par exemple, pour financer davantage les infrastructures qui répondent aux enjeux de développement durable, aux enjeux de protection de l'environnement. Et nous sommes tout à fait ouverts à ce que les autorités libanaises fassent davantage la promotion de ces infrastructures en matière de fourniture d'électricité, en matière d'eau, en matière de gestion des déchets. Et s'il y a une demande plus forte côté libanais, nous, Français et nous, Européens, nous serons prêts à y répondre. هذا على المستوى الإنمائي. سياسيا عند الفرنسيين استقرار لبنان أساسي لاستقرار المنطقة. Cette politique de distanciation, nous la soutenons pleinement parce que nous savons que la stabilité du Liban, l'indépendance du Liban, la sécurité du Liban, c'est un élément clé pour assurer la stabilité dans toute la région. Et donc nous sommes extrêmement attentifs à pouvoir accompagner les autorités libanaises sur ce chemin. Par ailleurs, il me semble que dans la société libanaise, il y a une envie de continuer à vivre comme avant et à ne pas importer la crise syrienne. Je crois que la société libanaise a développé des anticorps, en quelque sorte, et qu'elle ne souhaite pas importer la crise syrienne en son sein, qu'elle a envie de paix, qu'elle a envie de bien-être, qu'elle a envie de développement, qu'elle a envie de convivialité. Je crois que c'est quelque chose que je retirerai de mon déplacement ici. وفي هذا الإطار أشار كونفان إلى أنه الوزير الفرنسي الثالث الذي يزور لبنان في أقل من شهرين، وأن هناك زيارة رابعة مرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة. هذا إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اللبناني باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ما يدل على متانة العلاقات بين البلدين والأهمية التي تعيرها فرنسا للتعاون والشراكة مع لبنان. أعرب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون عن قلقه من السلوك المسيحي، مؤكدا أن المسيحيين لا يغلقون الكنيسة في وجه أحد. وتطرق بعد اجتماع التكتل إلى قانون ضمان الشيخوخة، متهما ما يعرقل صدور هذا القانون بعدم المسؤولية الوطنية، كما علق على حادث كنيسة إليج. أنا بتأسف أنه ما كنت عارف أنه انتقلت ملكية سيدة إليج للقوات اللبنانية حتى نسق معهم، وبعدين ماني عارف ان الوكيل كان الاب ناجي سلوم كمان، يعني فينا نحكي معه. بس في يقول شغله انه بالميثاق انه ما في طريقه بتتسكر على اللبناني ولا ارض بينمنع عنها ولا اي سياسي بيقدر يحجز منطقه لإله شو ما كان كبره حجمه، يعني اذا كان بالسلطه او خارج السلطه. فإذا هيدا شيء جديد على سلوكنا وعلى تصرفاتنا، أنا انبسطت فيها الشغلة لأنه بالفعل بتخدمني سياسيا، هيدا الشيء ما زعلني أنا، وبتكشف كيف الناس بتتصرف، وخاصة بال 2005 وقت كان في قداس لدائما كنا نحن ب 13 تشرين نعمل قداس بنوتردام دو باري، بقى ثابت الحكيم كان هونيك وحكي مع النائب الاستاذ سيمو ابي رميا، قال له اهلا وسهلا فيك، استقبلوا وقعدوا حد منه يعني على يمينه، بقى لانه سيمو ابي رميا كان رئيس الافبال تجمع من اجل لبنان. انطلاقا من هون هيك بنفهم نحن العلاقات المسيحيه. القلق اليوم عندي هو السلوك المسيحي. ما بيقدر واحد يدعي المسيحية ويكون عنده هذا التصرف إطلاقا. شددت كتلة المستقبل في اجتماعها الأسبوعي على أهمية التوصل إلى إقرار قانون يراعي هواجس أفرقاء في الوطن ويعتمد الدوائر الصغرى، ورأت أن قانون الانتخاب يجب أن يوفر صحة التمثيل السياسي وعلى قاعدة المناصفة. توقفت الكتلة أمام الموضوع الرئيسي الذي يتمحور حوله النقاش في البلاد والمرتكز على قانون الانتخاب النيابي الواجب اتباعه بعد أن أقدمت الحكومة على إقرار مشروع قانون كيدي أحادي الرؤية يخدم أهداف استمرار سيطرة حزب الله، مما يتسبب بإدخال البلاد في مأزق كبير وارتباك لا سابق له.
اختتم قائد الجيش العماد جان قهوة زيارته للمملكة المتحدة، حيث عقد سلسلة لقاءات تناولت العلاقات الثنائية بين الجيشين، وجرى التوافق على تعزيز المساعدات البريطانية للجيش اللبناني في مجالات التدريب واللوجستية والتسليح. وزار العماد قهوجي الكلية الحربية الملكية، إضافة إلى جولة في مواقع تدريبية ولوجستية ومتحف تشرشل التاريخي. ولمناسبة الزيارة، أقامت السفيرة اللبنانية في بريطانيا إنعام عسيران حفل استقبال على شرف قائد الجيش والوفد المرافق، حضره حشد من أفراد الجالية اللبنانية في بريطانيا وفعاليات رسمية واغترابية. وألقى قهوجي كلمة لفت فيها إلى أن وعي اللبنانيين والتفافهم حول المؤسسة العسكرية كفيلان أن يتجاوز لبنان المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مؤكدا استعداد الجيش الدائم لدرء الأخطار المحدقة بالوطن وعدم السماح بجعله مرة جديدة ساحة لتصفية حسابات الآخرين. النقابات السياحية تعقد مؤتمرا صحفيا يهدف إلى الضغط لتعديل قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. عقدت النقابات السياحية مؤتمراً صحفياً أعلن فيه نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي بول عريس عن إنجاز مشروع تعديل لقانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة سيقدم إلى المجلس النيابي، وذلك بهدف التخفيف من وطأة الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي في زمن يعاني فيه هذا القطاع من انحدار حاد في حجم أعماله بحسب تعبيره. عملوا حملة توعية، فرضوا بالقانون، فرضوا على الدولة وعلى المعنيين انهم يطبقوا ما يلي اجى بالقانون غير منع التدخين بالمطاعم، مثلا تغلية سعر الدخان، مثلا زيادة علامة الخطر على الباك تبع الدخان، وكذا وكذا، والحملات الإعلامية اللي كان المفروض يعملوها لحتى ينوروا العالم انه الدخان بضر. يعني بصراحة نحن في عنا احساس أن السياحة اللبنانية مستهدفة، أن الاقتصاد اللبناني مستهدف. مطلوب من النواب أنه يرجعوا يعيدوا قراءة هالقانون ونص هالقانون، ومثل ما قال الرئيس بول نحن بثلاث جماع كلمة كلمة طلبنا التعديلات، هي قليلة جدا نسبة للمطلوب. نحن بنحب نحافظ على مجتمعنا، حابين نحافظ على أولادنا، بس نحن كمان بدنا نحافظ على بعضنا وبدنا نحافظ على القطاع السياحي. من جهته، أمين سر نقابة المطاعم توني الرامي رأى أن تعديل القانون ضروري لاستباق التصعيد. اقتراحنا عادل، رح تستلمه منه نسخ ليبرالي حر اختياري، صاحب المحل بيختار صالته إذا كانت للمدخنين أو غير المدخنين، ويتأيد بدفتر شروط حازم اتفقنا فيه نحن والمعنيين كيف بده يكون. نحن فايتين ب 16 الشهر إذا صار في جلسة على البرلمان، وأملنا كبير أنه نقدر نعدي المادة 5 من القانون 174 بتتعلق بالقطاع السياحي، وعلى أمل أنه كل النواب اليوم قبل الانتخابات يركبوا بالبوسطة قبل ما تسبقون. ولفت المؤتمرون إلى أن منع التدخين في المقاهي والمطاعم لم يقضي على آفة التدخين، بل نقلها من المؤسسات السياحية إلى المنازل والأماكن الخاصة. مدارس الشمال تفتح أبوابها للتلاميذ السوريين بمنهاج سوري مستحدث. حاملين أعلام ثورة أبائهم، دخل آلاف التلاميذ السوريين إلى مدارس الإيمان الإسلامية في الشمال لمتابعة المرحلة الأولى من العام الدراسي في منهاج سوري جديد أعد للاجئين السوريين، أبناء وبنات سوريا أمنياتهم من نوع مختلف وهي العودة إلى وطنهم في أقرب فرصة. أريد أتعلم وأرجع لسوريا. بدي أدرس مشان أخذ إنتاج وكتوب وقلوم. رئيس جمعية التربية الإسلامية أشار إلى أن أيام الدراسة هي 5 أيام، لكنها ستقتصر على المواد الأساسية من علوم ورياضيات ولغات. افتتحنا مدارسنا 7 في الشمال لاستقبال الطلبة السوريين الذين بلغ عدد المسجلين منهم حتى تاريخه 4500 طالب وطالبة من الصف الأول حتى نهاية المرحلة الثانوية، ونحن مستمرون في هذا المشروع على مستوى لبنان من الجنوب إلى البقاع إلى بيروت، حيث أن الأعداد المقدرة تتجاوز 15 طالب وطالبة.
أما الأساتذة والمعلمات فبعضهم سوري أيضا لجأ منذ بدء الأزمة إلى لبنان. أنا كنت عم أدرس بسوريا، هلأ بدي أعلم هون بمدرسة الإيمان، هلأ بدي مادة الرياضيات على الإعدادي. كنت أعلم بمحافظة حمص مدينة الرستان، وأنا هون بدي أعلم نفس المادة لطلاب المرحلة الثانوية بكالوريا والحادي عشر. أنا متشكر الحكومة اللبنانية وخاصة مدرسة الإيمان لأنه أعطوا هالفرصة للطلاب السوريين، و يعني أنه أطفال لازم يتعلموا، ما بكفي هدم البشر والحجر بحمص وبسوريا، يعني على العموم لازم نحن نبني الأطفال ونبني البشر ونبني مستقبل. نقاط توزيع الطلبة السوريين توزعت على أنحاء الشمال، فهناك 7 مجمعات تربوية تابعة لمدارس الإيمان الإسلامية منتشرة في طرابلس، دير عمار، سير الضنية وفي عكار، في كل من قبة بشمرة ومشتى حمود. تساهم المنظمة الدولية والإنسانية بتمويل أكلافها. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. رأى الرئيس العماد إيميل لحود أمام زواره أن النسبية هي النظام الأمثل لتحقيق أفضل تمثيل لمختلف أطياف الشعب اللبناني، ذلك أن النسبية تراعي من ضمن المناصفة الطائفية مختلف التيارات السياسية، في حين أن النظام الأكثري هو بطبيعته نظام إلغائي للأقلية السياسية مهما بلغ عددها. وأشار إلى أن ترك أمور سوريا لسوريا لا يعني الإضرار بها وجعل لبنان الخاسر الرخوة التي ينفذ منها الإرهاب إلى الشقيق الأقرب الذي صمد واستعاد زمام المبادرة بعد أن التف الشعب والجيش حول القيادة الحكيمة. واستنكر لحود الضغوط الأمريكية على الاقتصاد اللبناني لا سيما القطاع المصرفي خدمة لمآرب إسرائيل. استقبل الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة السفير المصري أشرف حمدي، الذي أشار إلى أن النقاش تناول مجريات الساحة المصرية وجهود إعادة كتابة الدستور مرة أخرى مما يحقق التوافق والتنوع المصري. وأملنا أن ينعكس التقدم في الوضع السياسي المصري على الواقع العربي بشكل عام وعلى الاستقرار في لبنان وفي المنطقة في فترة تمر فيها المنطقة بتغيرات كبيرة. في السرايا التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، طالبه ببت ملف التفرغ وإقراره كما أعدته اللجنة وليس الجامعة، منعا لمأساة إنسانية قد تصيب الأساتذة. ثم استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة. جدد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي تأكيده اتخاذ الإدارات المعنية في الوزارة الإجراءات اللازمة لتدارك المشاكل التي قد تحصل على الطرق في الأقنية والمجاري نتيجة هطول الأمطار، وناشد في مؤتمر صحفي البلديات والفاعليات للانتباه إلى مسألة الردميات من الورش ما يؤدي إلى إغلاق منافذ المجاري والمجاري النهرية، وهذا ليس من مسؤولية الوزارة. وبحث العريضي شؤونا إنمائية مع كتلة نواب زحلة ومع النائبين الوليد السكري وقاسم عبد العزيز. استقبل رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان، وقد أجمع الطرفان على أن قانون 60 قانون تدميري للكيان والوجود اللبناني، وأكدا أنهما مع الدائرة النسبية الواحدة. استبعد راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إلي حداد أن يكون لإشكال مجدليون أي خلفيات أو أن يكون ذلك استهدافا للوجود المسيحي في شرق صيدا، لأن المعتدين كانوا بحالة غير طبيعية. كلام حداد جاء في لقاء في صالون كنيسة مجدليون ضم فعاليات وأبناء البلدة. أهلا بكم من جديد. موقع الوزير الصفدي تعرض للقرصنة، ومن السعودية مواطنون يتظلموا على يوتيوب، وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوي. على يوتيوب فيديو من السعودية صار محقق أكثر من 500,000 مشاهدة. الفيديو لمواطن سعودي قيل أنه يدعى حمدان مشرف الزهيري، قامت بلدية معشوقة بالجنوب الغربي للمملكة بإزالة بيته وتدميره وكان بحالة قهر مؤلمة للغاية. والله معي في خزينة رب العزة والجلال، وحنا عيال الدولة اليوم وبكرة وداي ومع يسرة لا يقلون عنها 11 نفر يا بالحلال. وين أروح؟ والله ما أملك غيرها، لا كثر ولا قل، لا وراي ولا دون. اللي معي خسرته فيها وبعضيها دين في ظهري إلى ذا الحين، والله ما خلصته ولا أعطيته حقه. شايف؟ وين نروح؟ هل أنا قعدت في التراب هنا طايح؟ وين أروح أنا؟ وين أروح؟ أنا سعود ما دروا عني، لو دروا عني ممكن يلتفون، لك ما دروا عني. وارسلوا على طال عمرك خدامهم اللي يخدمونهم وهدون. وين نروح؟ احنا ما عاد نلقى.
أنا جابني الله وجابني كل واحد فيه ذمه وشيمه. أشوف سكن العندالة ولا الطريقة لهم، والله ما أملك غير هذا الأرض يا مسلمين، يحرم علي بحياتي، ما أملك غيرها، لا سابق ولا لاحق ولا قدامها ولا وراها، ولا تراني زبدة الله وزبدة. بعد ما أثرنا بالفقرة الماضية قضية الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات ونشر صورة الوزير علي، إجانا من مكتب الوزير صحناوي أن الوزير ما خضع لتصوير خصوصي لهذا الشيء، وأن الصورة التقطت له عفوية خلال مصادفة مروره أمام إحدى ورش الصيانة فنزل للكشف بنفسه وزودتنا بالصور يلي عم نشوفها. ولكن منذكر أن صورة الوزير بعدها على موقع الوزارة رغم الانتقادات التي وجهت للوزير ولربط موقع الوزارة بشخص الوزير. بالحديث عن المواقع الإلكترونية للوزارات، تعرض موقع الوزير محمد الصفدي وعنوانه محمدصفدي.com للقرصنة، وتم تحميل على الصفحة الرئيسية تصريح للوزير بتاريخ 27 الشهر الماضي بيقول فيه أنه الزودة رح تندفع للقطاع العام مطلع هذا الشهر، وكتبت رسالة للوزير أن المواطن العادي أخذ 200 ألف ليرة زودة فقط، أما النواب والوزراء 4 مليون ليرة. مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا لليوم. أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية أن المواطن البحريني محمد مشيمع قد توفي صباح أمس في سجون النظام. ونعى ائتلاف 14 من فبراير الشهيد محمد علي مشيمع الذي قضى بسبب التعذيب والإهمال الطبي على يد السلطات. وبحسب الوفاق يخضع مشيمع لحكم بالسجن 7 سنوات لمشاركته في تظاهرات سلمية طالبت بالديمقراطية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيدرج في لائحة النصب الوطنية موقعا في كاليفورنيا مرتبطا بنقابي مزارع يدعى سيزار تشافيز ويعد رمزا لحقوق الأقلية اللاتينية في البلاد في خضم حملته من أجل ولاية رئاسية ثانية، ما يجعل دعم الأقليات له مصيريا. وقد ولد سيزار تشافيز في الولايات المتحدة عام 27 في عائلة مكسيكية الأصل، وتوفي عام 93، وكان صوت المزارعين ومؤسس الاتحاد المكسيكي الأمريكي ومدافعا عن حقوق اللاتينيين، وبات محط احترام هذه الأقلية التي يتزايد وزنها الانتخابي في الولايات المتحدة باستمرار. في الصفحة الفنية مغربي ضيفة الجديد رغم ندرة إطلالاتها. بين الغنى وتقديم البرامج والتمثيل، ما تقولي لي الثلاثه بحبهم مثل اولادي؟ عرشي هو التلفزيون. اخذت كلوز؟ اكيد التلفزيون، بس قلبي بدق مرتين للسينما، للسينما مش للدراما التلفزيونيه، واكيد يبقى الفن او الغناء هو حلم. قلت ما بدي اعيش حياتي بكون عمري 80 سنه ويكون احفادي بقول يا ريتني غنيت، لا قدمت البوم اغانيه حلوه والناس بحبوها وبعضهم بيرقصوا علي هلا بالنايت كلوبس. هلا اذا حطيت لك جواز سفر لبناني وجواز سفر مصري، بدك تنقي واحد بيناتهم، اي بتختاري؟ بدون تفكير اللبناني، وما قصدي اكون دبلوماسيه معك، انا هيدا بلدي. بس بعرف انه كمان مصر عندك هي شيء. ايوه يعني انا لما بقول انا ماني كثير مع القلب يحب مره ما يحبش مرتين، لا انا مع انه القلب بحب مرتين وعندك عينتين وفيك وعندك باشن. انا حبي لوطني لبنان ولمدينتي بيروت هيدا بيمشي بدمي، يعني مثل 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 الدم عادي. مصر ما قدرت محبه لانه اسرع ترمومتر نجاح بالحياه، وانا بحس حالي قلت لك انا كنت انا عايشه هنيك قبل مشي 200 سنه، كان اسمي نفرتيتي يمكن. بتأمني بالتقمص؟ بعيدا عن المحظورات الدينية طبعا بحب اعمل فيه، لانه انه بنعيش اكثر من مره وبنبسط. كانوا كمان بيتمنوا لو عندهم بهالاوضاع بلبنان الجنسيه البريطانيه اللي انت عندك اياها، وحسب ما بعرف ما كثير بتعني لك. بسم الله ما شاء الله بدانا الارض. طبعا اكيد لا، كوني بتمتع بالجنسيه البريطانيه هذا شيء كثير منيح، هذا اتو لي ولعائلتي ضمان. للاسف عم بقول هيك لانه هنيك تضمن حياتك هلا، مستقبلك، مستقبل اولادك، الطباب، التعليم، الشيخوخه، بتضمن العيش الكريم. وان شاء الله بتمنى بلبنان نوصل لهون. بس انت كمان نجمه وبتغني وعندك برامج بتقدميها، ما بتخيل رح توصل لمرحله انك تكوني بحاجه لضمان ولا دوله انه توقف حدك؟ بس هي
هي الليجالي لندن يعني هذا الشيء بخليه لعامة الشعب مش لرزان بتعرف يعني الحمد لله الحمد لله بس مرات بفكر انا انه ما في شيء بدوم ما بتعرف شو بصير نحن اشخاص حياتنا كثير قصيره واذا بترتبط بالماده والجمال بتكون قصيره اكثر خاصه لما بيكون القيمين على التلفزيونات او على افلام هنا عم بيعلقوا كثير على الشكل والمضمون والبلاستيك اذا فيني فتره الغياب 8 اشهر قد ايه خلتك تكتشفي بانه الاصدقاء بالواقع هن ما مش موجودين كثير وبعدين لهلا عم بتعلم انا كثير باشنت بحبك بحبك للماكسيمم ما فيك تكون بحياتي وما بتعرف كل شيء عن حياتي اكيد ولكن على صعيد الهاير بزنس يعني التلفزيونات البرودكشن هاوسز اكتشفت انه نحن سلع وعن جد ننباع ومننشرها وهذه الصداقه يعني انه انا بس انا كنت فكرته رفيقي انا كثير قريبه منه وبيعرف كل شيء عن حياتي بليز رزان يعني جش جرب يعني في ايه اكبر لانه بعد اللي مرقت فيه انه انت تندفن وتقوم وتشوف ورثتك عم تتوزع على حياتك وتكون ايه انا شفت اي اكسبيرينس على طول عم بقول يا الله لما اذا لا سمح الله متت مين حيزعل شو حيصير وراي شفتهم انا وعايشه اعطيني ايدك اي متى هيدا راح يكون هون والفستان الابيض اللي لبستيه بيكون الطويل مع الطرحه طب اقول له ايه دلوقت ما اقدرش اقول لك اي متى هيدا السؤال اللغز قريبا لازم جاوب عليه ما يكون صاير وما لنا عارفين I love you شادي look شفت لي انا بحديثي قبل واكيد انت من الاعلاميين الصحفيين اللي كثير اذكياء كثير يعني انا كنت حريصه انه انا اعمل انترفيو معك هالقد لانه لما ببعث مساجات شخص بيتلقاهم اند بيقرا بين السطور حجاوبك بالفترة الماضية كانت فترة غموض هي كانت بس فترة غموض للأسف اتناولوها بطريقة لو ما اسمي هالقد كان كتير كبير ومهم والناس حابين يعرفوا عن حياتي ما كان الموضوع أخذ هالقد أبعاد الحقيقة ما حدا بيعرفها ما حدا بيعرفها يمكن رح تنعرف رح تعلني عنها حاب أعلن عنها بشيء أنا بملكه سكوب أنا ملكه وأنا عن جد دفعت ثمنه فأنا بدي استغله أنا بدي أحصده لألي بدي أحصده بمكان لإلي يمكن منا أنانية أو نرجسية ولكن قد ما صار بحياة جنون قلت بدي أنا أطلع ببروغرام لإلي وأول حلقة قول كل شيء والآن نصل إلى الجولة اليومية على أبرز عناوين الصحف والبداية مع النهار حزب الله شيع جهاديين قتلوا في سوريا قانون الانتخاب لجنة مصغرة وتأجيل 10 أيام سليمان استراتيجية لسلاح المقاومة في تصرف الجيش وليس لهدف آخر حريق عكار يتوسع منذ 3 أيام والأهالي ناشد المعنيين ليلا إنقاذهم الريال الإيراني ماض في التراجع وطهران تؤكد قدرتها على تجاوز العقوبات الإبراهيمي يركز على خفض العنف أولا في سوريا وأحمد نجاد يقترح الانتخابات سبيلا إلى الحل أوباما لا يزال يتقدم رومني عشية أولى مناظرتهما الثلاث والأمريكيون يتساءلون ماذا سيتغير بعدها في ظل السوابق ننتقل إلى عناوين السفير قانون الانتخاب هروب إلى الأمام في انتظار انقشاع الضباب السوري السلسلة تنفجر في الشارع والحكومة في نفق التمويل صفحة جديدة بين عون والإدارة الأمريكية روسيا تحذر من دبلوماسية القنابل وإيران تجدد دعوتها للحوار مراوحة الأزمة السورية بانتظار الإبراهيمي وحلب البحرين اعتقال 6 من أفراد الطاقم الطبي الناشط محمد مشيمع يقضي في السجن المستوطنون يشعلون التوتر في القدس اقتحام الأقصى وشعارات مسيئة على دير من أبرز عناوين صحيفة الأخبار شقاق بين جهاديي سوريا عرب المستقبل ظالما ومظلوما المخفيون قصرا والتلاميذ السوريون رهن القرار السياسي على طاولة مجلس الوزراء العلمانية تغضب البرلمان الليبي وأبو شاقور يقدم حكومته اليوم إسرائيل تحشد لأم العقوبات ضد إيران ونجاد يحذر المتلاعبين بالعملة
ننتقل إلى صحيفة الأنوار. النواب يعالجون خلافاتهم الانتخابية بتأجيل بحث تقسيمات الدوائر. بدء العام الدراسي لأبناء النازحين السوريين. 31 ألف قتيل في سوريا منذ بدء الأحداث. الإبراهيمي يعود إلى المنطقة هذا الأسبوع، والعربي يحذر من تداعيات كارثية لأزمة سوريا. التقشف في فرنسا يطال محطات الإذاعة والتلفزيون. في الديار 650 مليون ريال قطري عبر مطار بيروت إلى الجيش الحر. اعتقال الرائد محمد علي الهاجري من ضباط المخابرات القطرية. هل اشترك جهاز أمني مع نواب في تيار المستقبل بالعملية؟ ننتقل إلى المستقبل. مجزرتان في حرستة وحلب وقصف صاروخي لدوما. كتلة المستقبل لميقاتي. النسبية يخدم استمرار سيطرة حزب الله. جدل قانون الانتخاب يتسع بانتظار التوافق السياسي. مقتل القيادي في حزب الله أبو عباس في مواجهات مع الثوار السوريين. أحمد نجاد، الغرب والمعارضة مسؤولان عن تراجع الريال. مستوطنون وحاخامات يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون شعائر تلمودية. كتابات بالعبرية مسيئة للمسيح على جدار دير في القدس. التلفزيون السوري، خالد مشعل مقاوم متشرد. من عناوين صحيفة البناء، النظام الانتخابي والدوائر إلى لجنة مصغرة غدا. التعيينات بين بري وميقاتي والتنسيق تقرر الإضراب والتظاهر. الجيش السوري يطهر مناطق واسعة في حلب ويتجه للحسم في أحيائها الشرقية. أفشلنا المخطط الإسرائيلي في الأمم المتحدة. نجاد، لن نتراجع عن حقوقنا النووية. صالحي يطالب بتفكيك الترسانات النووية والكيماوية. ننتقل إلى عناوين صحيفة اللواء. تعزيزات نظامية إلى حلب والمعركة تنتقل إلى القرداحة. موسكو تحذر الأطلسي من ممرات ومناطق عازلة وتدخل عسكري. الوثائق المسربة تكشف حقيقة اغتيال الشيخ عبد الواحد. رئيس الحكومة إلى الكونغو الأربعاء ومجلس وزراء يتيم هذا الشهر. عتاب حاد بين ميقاتي والمعلم في نيويورك. اللجان تنحدر إلى المذهبية والفئوية والتعيينات على الوعد يا كمون. نجاد يعترف استهداف صادرات النفط حرب خفية لمنع العائدات بالعملات الصعبة. في صحيفة صدى البلد اليوم، اللجان البرلمانية تحيل مشروع الانتخاب إلى التوافق السياسي. سليمان، الأزمة السورية ستطول. من عناوين الجمهورية، بري للجمهورية، الحكومة مسؤولة عن تأخير إقرار قانون الانتخاب. الاشتباكات بلغت القرداحة. وزير التنمية الفرنسية للجمهورية، لا حل إلا برحيل الأسد. من عناوين الحياة، وزير خارجية مصر للحياة، لا دور للأسد في أي مفاوضات. والأمم المتحدة تنفي التوافق بين الإبراهيمي وإيران على الحل. النظام يستعد لتنفيذ مذبحة المذابح في حلب. الأردن، الاحتقان على أشده وتظاهرات حكومية تواجه تجمعا ضخما للإخوان في ساحة النخيل. ذبح زوجين يحملان الجنسية الأمريكية. عدن، مقتل 4 متشددين في دهم ورشة لتصنيع المتفجرات. استطلاعات تظهر تقدم الرئيس بكسبه تأييد النساء والأقليات. مصير رومني يتحدد اليوم في مناظرة أولى مع أوباما. ختاما مع عناوين الشرق الأوسط، موسكو حذرت الناتو من أي تدخل. استمرار الغليان في مسقط رأس الأسد وتدخل الحرس الجمهوري لوقف الاشتباكات. إيران تحذر سوريا من الكيماوي وروسيا تدعوها لضبط النفس. حزب الله يشيع أحد قادته قتل خلال أداء واجبه في حمص. حماس، موقف الزهار من سوريا لا يختلف عن موقف رئيس المكتب السياسي. دمشق وطهران تنقلبان على مشعل. باع المقاومة
وبات عميلا صهيونيا وطبالا. مذيعة أمريكية تشتكي من طلب الرئيس الإيراني تغطية ساقيها خلال مقابلة تلفزيونية. نجاد يعترف بنجاح العقوبات والريال الإيراني إلى انحدار جديد. وختاما نذكر بعناوين النشرة. سليمان يطرح في قمة ليما تشريعا دوليا لتحريم الإساءة للأنبياء. مجد العنجر على تأهبها نصرة للشيخ المهرب. قانون الانتخاب يتعاطى السلاح في مجلس النواب. اللي واثق من انه أكترية اللبنانيين معه هو اللي لازم يطالب بلبنان دائرة واحدة على أساس التمثيل النسبي. أهالي المفقودين يرفضون أن يكونوا شهود زور. سباق النار يدمي حلب وريف دمشق. ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء.